معي عبر الهاتف الأستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. ما هي الدوافع التي جعلت وزارة الإسكان تسعى لتعديل هذا القانون؟ طبعا تعديل القانون مثل ما وضحته في التقرير يتضمن شقين، وهو إلغاء شرط مدة 7 سنوات، وكان الهدف منه تسهيل من الوزارة على المواطنين، والشق الثاني تضمين الإبقاء على قيد الحصول على الإذن الكتابي من الوزارة قبل التصرف بالعقار. وكان الهدف الأساسي من هذا، من إبقاء القيد، هو حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية بالدرجة الأولى، حيث أن الإذن الكتابي لا يصدر لصاحب الخدمة الإسكانية حال رغبته بالبيع، أو أنه إذا كان يرغب بالتصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية، إلا بعد ما يوفر موافقة الزوجة وموافقة الأبناء، أو بشرط أن يكون لديه ملك آخر في حال كان عنده أبناء قصر أو أبناء من ذوي الهمم. كما أنه نشترط عليه أنه يوفر موافقة الوالدين إذا كان حاصل على الوحدة السكنية باعتباره يمثل أسرة من الفئة الثالثة مع والديه. كما أن في هدف طبعا راح تتضح آثاره على المدى البعيد، ذلك أن الوزارة اشترطت أن يتم تداول الوحدات السكنية للبحرينيين فقط، وهذا يضمن أن تبقى المشاريع الإسكانية فقط متداولة بين الأسر البحرينية. طيب، ما هي الأصداء التي لقيتها وزارة الإسكان من هذا التعديل، وعند تطبيقه كيف سيتم تعميمه على المستفيدين؟ هل سيدرج ذلك ضمن العقود الانتفاع، أم سيتم عمل حملات توعوية وإعلامية من أجل إطلاع المواطنين على هذه التعديلات؟ طبعا كان لهذا القانون أصداء إيجابية طبعا من قبل الأسر البحرينية، حيث أن الزوجة والأبناء أصبح لديهم شعور بالأمان والاستقرار النفسي، أن أصبح لهم دور كبير في أن يحددون هذا القرار المصيري، وما عاد حكر على رب الأسرة. وتلقينا إشادة من عدة جهات، من أبرزها أعضاء من مجلس النواب وشورى، بالإضافة للمجلس الأعلى للمرأة، حيث أشادوا بدور الوزارة أنها وضعت ضمانات تحفظ حق جميع أفراد الأسرة من زوجة أو أبناء أو ذوي الهمم أو الوالدين أو حتى المطلقة. نعم أستاذة، هل يسري هذا القانون بأثر رجعي على الفئات التي استفادت منذ عشرات السنين من الوحدات السكنية؟ طبعا راح يسري عليهم ما دام هم لحد اليوم ما تقدموا بطلب حق التصرف. يسري على كل من يتقدم بطلب حق التصرف من تاريخ صدور القانون. شكرا جزيلا لك الأستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان.